Karbonu altında. Güzel. Soru 4. Anzur. Beyaz kedi, ağaç, üstüncüm. بياس كده اولا اول شيء كان دراسه هو هدفي وانجح فيها فدائما واجب الدراسه لازم يكون منتهي طبعا مثل اي شاب الطلعه الفوتي السهره الرفقه يعني الحريه حريه التصرف يعني بلشت الاحداث فاضطرينا ننطوي يعني بمنازلنا ببيوتنا يعني خفت نشاطاتنا بشكل كبير لحتى اضطرينا نطلع يعني نطلع من سوريا اللي كانت هي أكبر غصة طبعا الطلعة ليش؟ لأنه أنا كشاب طموحي أنه بعد ما تخرجت أنه ساوي شيء بحياتي بيمنعوا كلمة اللاجئين السوريين بيقولوا أشقائنا السوريين أو ضيوفنا السوريين فعلاً يعتبرونا ضيوف وأشقاء ما يعتبرونا لاجئين لأن كلمة لاجئ بهالأيام هي مصيبة للشخص مصيبة للإنسان حكومة تركية يعني ساوت اللي ما حد يساوى بالتسهيلات اللي ساوتها للاجئين يعني ما أثرت بشيء أبداً شغلة صح كان يعني حتى أنا لقيت مثل ما بيقولوا ضالتي أو غايتي واللي هي أنه أنا أقدر كمل دراستي هفته سنو حياتم تشوب كيفلي او ينفتح لي مجال عمل او مثل ما بيقولوا ينفتح المستقبل قدامي يعني هلا انا مسجل بكورس تومر لغه تركيه يعني شهاده تومر باللغه التركيه يعني شهاده ما من سهل الحصول عليها فهي دائما كل يوم برجع من المدرسه الشغلات اللي اخذتها بالمدرسه بقلبها بترجمه عربي بتصير مصطلحات فبحفظها مشان اقدر استخدمها بكلامي بالمجتمع هون هلا ممكن لحد يعني ما في رجعه على سوريا اذا ما في رجعه على سوريا ما غير تركيا ما بترك تركيا أنا إذا استمريت في تركيا أني يكون عنصر فعال بالمجتمع التركي سيبق لي محبوبي يكون فعال بالمجتمع التركي لأن عندي قدرات عندي قدرات أن يكون عنصر فعال بالمجتمع التركي وما يعني أنه تنفتح قدامي بواب وما تتسكر قدامي لأني سوري